يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجواب لمن ينصح باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله بامتثال أوامره واجتناب نهيه، فيقول نحن لا نستطيع أن نكون مثله عليه الصلاة والسلام ولا مثل الصحابة رضوان الله عليهم، فتجده يقصر في الواجبات ويرتكب بعض المحرمات بسبب هذه الشبهة، فما الجواب عنه؟ يعني لا يستطيع يترك الحرام ولا يستطيع يفعل الطاعة ويصلي ويصوم، هذا كلام باطل. يستطيع، الله أعطاه الله القدرة، لو كان لا يستطيع لم يواخذه الله، ما واخذه الله وعاقبه إلا لأنه يستطيع لكنه ترك باختياره. هذه مغالطة، مثل الكلام هذا مغالطة. وأنت تطيع الرسول وتفعل ما جاء به حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حسب استطاعتك ومقدرتك. نعم.